السلام عليكم، حياكم الله. معاي من كثري في فقرة ثانية إن شاء الله من فقراتنا. بسم الله، اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن موضوع من أهم المواضيع صراحة اللي ممكن تتطرقون إليها إن شاء الله، ألا وهو نظام الاختبارات عندنا أو الاختبارات عندنا في الكلية. إذا ما كنت واضح، إحنا أكثر ناس راح نواجه اختبارات. والله الاختبارات يعني راح تهلك، الاختبارات عددهم مرة كبير، مو تكاد تكون إلا هي اختبارات أسبوعية. طبعا اختبارات اسبوعيه قصيره، ولكن الاختبارات الدسمه انا جاي اليوم للحين. طيب، احنا زي ما تطرق اخوي ريان قبل شوي في احد الفقرات، انه تكلم عن بلوكات وعدد البلوكات، قال ان عندنا 5 بلوكات. انا راح اتكلم عن البلوكات الطبيه اللي هي اخر 4 ما عدا الميديكال اديوكيشن. الميديكال اديوكيشن ما يعتبر بلوك طبي، فما راح اتكلم نظام اختبار فيه، راح اتطرق فيه للنهايه. انا هم عندي شيء بلوكات الاربع الباقيات. في كل بلوك راح تدرس المده اللي مكتوبه في البلوك، سواء كان من 5 اسابيع الى 9 اسابيع او 11 اسبوع. في كل بلوكات اخر اسبوعين اختبارات. في كل بلوك طبي نهايته لازم يكون في اختبارين، اللي هم اختبارات النهائيه. ما اتكلم عن اختبارات اللي تجي في وسط البلوك اللي راح اتطرقهم في النهايه ان شاء الله، ولكن انا اتكلم على الاختبار اللي عليه العلم. زي ما قال ريان قبل كذا في احد الفقرات، ان البلوك عليه 100 درجه. ال 100 درجه هذه مفرقه على 60% منهم او 60 درجه معطى للاختبار النهائي، او ما يسمى بال end of block exam AOBE. هذا الاختبار النهائي، هذا اللي عليه العلم، عليه 60 درجه. فاللي كان تتخيل يعني غير كذا. انا عندي اختبار ثاني، هو الثاني اهميه، ثاني اختبار مهم في البلوك نفسه كاز بلوك، بما يسمى بالاوسبي الاوسبي. الاوسبي هذا كلهم راح اتطرق لهم واحد ورا الثاني. نبدا اول شيء في الاختبار الدسم اللي عليه كل العلم، اللي هو الاند اوف بلوك اكزام او الاي او بي او الاختبار النهائي. هذا زي ما قلنا عليه 60 درجه. ال 60 درجه هذه مقسمه على اساس كيف؟ طبعا الاختبار مقسم الى 3 انواع: مالتيبل تشويس كويستشنز، اللي هو تسمى بالام سي كيوز، في الاس اي كيوز الشورت اس اي كويستشنز اللي هي عباره عن الاسئله المقاليه اللي احنا عارفينها كاسئله مقاليه، يجيك سؤال وتحته فراغ تكلم طال عمرك. وهذا ملعب الفارما عندنا، طبعا الفارما هنا يلعبون. اخر شيء اللي هو الام اي كيوز، اللي هي لسه جديده عليكم انتم، اللي هي موديفايد اس اي كويستشنز. زي ما قلنا عندي 3 انواع اختبارات: ام سي كيوز، اس اي كيوز، اند ام اي كيوز. الاختبار مدته راح يحددون ان شاء الله هو اخر شيء في البلوك، اخر شيء يعني بعد الاختبار ما في اي شيء يتعلق بالبلوك. خلاص خلصت الاختبار هذا الاند، خلصت من البلوك تمام. اخر يوم طبعا في البلوك في الاسبوع اللي مثلا قالوا 5 اسابيع، اخر يوم في الاسبوع الخامس كذا على طول، او احيانا اذا اجلتوه يكون في الاسبوع السادس. في اليوم راح تداومون ان شاء الله من الساعه 8 نفس العاده. الاختبار مدته من الساعه 8 الى الساعه 3 كرسمي، ولكن الاختبار يعني موصل يبدا من 8:30 او 9 الى 3. اوكي، كيف مقسمه؟ مستحيل يعني راح اختبر واو من الساعه 8 للساعه 3 بدون فاصل. لا، عندي من 8 او whatever the early morning was the hour، من الصباح الى 12:30 الى اذان الصلاه. اوكي، مش راح تختبر، راح يعطونك دفترين. اوكي، دفترين، دفتر اس كيوز اللي هي شورت اس كويستشنز اللي هي الاسئله المقاليه، والام كيوز اللي هي الاسئله اللي هي على الكيسز، في كيسز فيها راح اتكلم فيها الحين. معطينك الدفترين هذولي، الإجابة تكون في نفس الدفترين هذولي. طبعا احنا قلنا الاختبار هذا عليه 60 درجة، 30 درجة او 30%، 30 درجة اللي هو 50% معطات للام سي كيوز اللي هي الأسئلة الاختيارات او المالتيبل تشويس كويستشنز. هذا راح نجيله بعدين. والباقي ال 30 مقسم على الاس كيوز والام كيوز اللي هي المقالية والحالات او الكيسز. الاس كيوز قلنا عليها تقريبا 20 درجة اذا ما كنت واهم، 20 درجة. ويوزع الدرجات زي ما هو، زي ما قلت لكم ملعب الفارم هنا. ترى الاغلب most of the grades on the SQs اللي على الاسئله المقاليه تاخذ اغلب الدرجات. زي ما قلت لكم هذه ملعب الفارما اللي هي explain why، تجي هنا راح يجيك قسم كامل في اخر اختبار معروف عند كل الطلاب، اخر اختبار صفحتين تقريبا كله explain why للفارما. الاسئله بسيطه، راح يجيك سؤال وتحته صفحه فاضيه جاوب. الاسئله حقتها زي ما فيها انها واضحه، راح تلقى كم سؤال كوميونتي. الأسئلة هذه حلوة سهلة. الام كيوز هذه راح اجلس فيها شوي، ليش؟ لان اول مره تجي عليكم، واضمن لكم يعني اول مره تمر عليكم طريقه الاختبار هذه. كيف طريقه الاختبار هذا؟ راح يجيكم ان شاء الله سيناريو او كيس زي البي بي ال بالضبط، ولكن بشكل ابسط، والى حد ما تكون واضحه الكيس. جيك الكيس
ما يقارب تقريبا نص صف، اقل من نص صفحه، ما يقارب تقريبا 7 او 13، من 7 الى 12 او 13 سطر. يحبذ انك وانت تقرا تحدد على الهاي لاينز اللي هي الاشياء المهمه، الاشياء اللي تحس انها راح تفرق معك لو جت فيما بعد. طبعا يجيك السيناريو وعليه اسئله، عدد الاسئله يختلف يمكن من 5 الى 7 10 عدد الاسئله على كل سيناريو. الاختبار واحد يجيك من 3 الى 4 سيناريوهات. يعني في الواقع هذا هو الاختبار اللي يقيم الطالب، هذا الاختبار اللي يقيم الطالب الفاهم عن الطالب الحافظ. الاسئله اللي قبل سواء كان الاس اي كيوز او الام سي كيوز يعني كل مرد غطاه، فانت يعني ابد اللي مر عليك في المحاضره او اللي قريته في كتاب هو اللي راح تواجهه هنا. هذه لا، هذه فيها لعبه، هذه فيها حبكه. يعطيك سيناريو كانك جالس في عياد وجاك مريض يشتكي من كذا وكذا وكذا وكذا، رحت سويت اللاب ريزولت او الانفستيجيشنز وطلع لك كيت وكيت وكيت وكيت، وش المشكله عنده؟ وين العيب؟ كذا. لا تخافون، لا تخافون، لا شيء ما اعرفه يا الله، اكيد شيء مر عليك. اعرف ما دام شيء جاك سيناريو في اختبار نهائي رسمي اكيد شيء مر عليك، ولكن لازم تفرق وش اللي مر عليك، هل هذا كذا ولا كذا، كذا ولا كذا. خاصه في المان، في المان راح يطقطقون عليكم في السمباثيتك وبارا سمباثيتك، والله راح يلعبون فيكم لعب في المنطقه هذه. طيب تكمن الفكره زي ما قلت لكم، وين انك تفهم المشكله اللي قدامك وش المشكله فيها، المشكله اللي قدامك وين العيب، وين الطقه، وين الحبكه فيها. اذا عرفت فانك اعرف ان شاء الله، يعني كذا اول ما تقرا الكيس اكتب فوق الحاله حقك وش فيها، اكتب فوق علشان لانه خلاص بعد كذا راح يجيك الاسئله اللي بعدها راح يبدا يكلمك بصيغه مجهول، راح يقول لك المريض هذا لتسين مثلا عنده مشكله في الدم، اوكي، راح يقول لك المتوقع من المريض هذا مثلا ان ضغطه يكون مرتفع ولا نازل. انت على اساس راح تعطي جوابك؟ على اساس انك على اساس الهايبوثيسز او الفكره اللي حطيتها انه عنده وهو مصاب فيها على حسب الانفستيجيشنز اللي عندك. هذه فكره السؤال، هذه سلبيه الاختبار، انك لو كنت فاهم شيء غلط انسى السيناريو حقك بشكل كامل، راح تخطي فيه من اوله لاخره. انا واحد من الناس قدامكم بنيت نفسي انه كان عندنا في احد البلوكات اللي هو بلوك ما كنت فاهم قبل الاخير برنسبل اوف ديزيزز، كان جاني سؤال يتكلم عن فيروس ايش اللي سبب الاصابه، كان فيروس بس يقول لك هل هو دي ان اي فيروس ولا ار ان اي فيروس. انا طال عمرك اجاوبت انه ار ان اي فيروس. هذا السؤال، السؤال كان السؤال الخامس تقريبا. السؤال اللي بعده على طول السادس او السابع يقول لك كيف يتكاثر. طبعا الدي ان اي له طريقه والار ان اي له طريقه، الدي ان اي مره صعب حقه التكاثر. طبعا انا معليش انا كنت فاهم انه ار ان اي فيروس، سوري دي ان اي فيروس وهو ار ان اي، فبنيت السؤال اللي بعده على اساس انه دي ان اي. الجواب الدي ان اي مره طويل يا شباب، ما اعطينكم فراغ، ترى فراغ مو كبير صح، الفراغ ترى غالبا مو غالبا 99.5 تقريبا انه كفايه للجواب، كفايه للجواب يعني. وللمعلوميه لا تحس انه اعطاك فراغ يا الله لازم اكتب املاء، لا 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 لا، كثير راح تواجهونه الفراغ فاضي، كلمه واحده تعبيك قضينا، كلمه واحده تكفي، كلمه واحده تجاوب على السؤال. انا حليت الجواب وكم مره يعني جلست فيه ما يقارب 5 دقائق او 10 7 دقائق وانا قاعد اجاوب في السؤال هذا، اكتشفت لما طلعت من الاختبار ان السؤالين كلهم خطا. ليش؟ انا بنيت على الاول فكره غلط. فركزوا في النقطه هذه ولا تضيع وقت يا عيال، لا تنسوا لا تضيعون وقت في سؤال واحد، سؤال ما عرفت له امشي على طول، ارجع له بعدين، علم عليه، اصفط الصفحه عليه، لانك يا عيال راح تنضغط. الاختبار الشباب، انا اخوياي، انا واحد من الناس طلعت قبل الاختبار 10 دقائق تقريبا، اخوياي طلبوا من الدكاتره وقت زياده، اول بلوك اعطوهم بعدين ما يعطون وقت زياده. فانتبهوا للنقطه هذه يا شباب. هذا اول فتره من الاختبار اللي من الصباح الى الظهر 12 ونص، زي ما قلنا مقاليه وكيسز. طيب زي ما قلنا خلصنا 50% من الدرجات، 30 درجه خلصنا على الفتره الاولى اللي هي الاس كيوز والام كيوز. نجي الحين للفتره الثانيه اللي عليها الشغل، ام سي كيوز او المالتيبل تشويس كويستشنز او اختيار متعدد، عليه 30 درجه مقسمات على 100 سؤال، يعني فيما يطلع لك تقريبا السؤال واحد يصفى عليه 0.33 اتسترا. القسم هذا مره مهم، ملاحظه انتم ليش 30 درجه مو سهله. حلو صراحه، هو احسن يمكن طعم انه دايركت خلاص، هو عباره عن سؤال وتحته 5 خيارات. طريقة الإجابة عليها سهلة طبعا، يمكن أنتم ما أدروا مني كيف تجاوب، ولكن واحد من الناس كنصيحة يعني قريت السؤال على طول، يا اكتب الجواب يا حط الجواب في راسك إذا كنت عارف، خلاص إذا كنت عارف أوكي، ودور الجواب من الاختيارات وحدد عليه، بس لا تنسى الباقيات، اقرأ الباقيات، لأنه لو قريت الباقيات
ممكن واحده منها تذكرك بشيء ثاني، تنبهك لشيء معين. كان في لعبه بالسؤال، وركز في السؤال يا شباب، اقرا السؤال كامل، ترى الطقطقه احيانا تصير في اخر السؤال. هذه الطريقه اذا كنت عارف الجواب. قريت السؤال ومحتار، امشي على الجواب، على الاسئله. قريت السؤال وانت يلا يلا تعرف الجواب وما تدري، خذ اكسكلودنج اريا او اكسكلودنج ميثود، انك تبدا تشيل الاجوبه اللي تحس انها مره غلط، ما الامه داعي. لا سؤالك في النهايه جوابين ثلاثه، اختر الانسب منهم. هذه بس طرق عشان تساعدك بالام سي كيوز. طبعا ايش طريقه الام سي كيوز؟ ان شاء الله راح يبدا من الساعه 1 1 ونص، لا الاغلب انه يبدا 1، يجمعونكم 1 يبدا 1 وربع 1 ونص. يوزع عليكم دفتر ثالث للام سي كيوز فيها الاسئله، ما تجاوب فيها يا شباب، لا تجاوب فيها، جاوبت فيه راح يرمى في الزباله في النهايه، ما منه فائده. تذكرون قياس؟ جربتوها في قياس، جربتوها في تحصيلي، جربتوها في التحضيريه، الانسر شيت اللي تجي في قياس وتحصيلي، هذه راح توزع عليكم. التعبئه معروفه، تكتب اسمك وذا وتملى بياناتك بالرصاص وليس بالحبر. طبعا اللي هي الدوائر بالرصاص غير كذا، اللي هي اللي تكتب اسمك كذا كتابه ما تفرق، ولكن التعبئات بالرصاص راح ينوهونكم، راح يطفشون امكم في النقطه هذه. كل شيء معروف. وبس هذا هو، هذا تعبي الواجب، اسامك وبياناتك، اساميك وبياناتك. الجهه الثانيه حقت الاجوبه راح تكتب اسمك ورقمك الجامعي والجروب حقك والتوقيع. وتكتب، لا تنسون يا شباب تكتب الفيرجن حقت الاسئله اللي معاك، فيها فيرجن اي بي سي، تكتبها عندك في ورقه الاختبار. طيب بعد كذا ما في شيء، راح تجاوب جواب عادي. طبعا عندك الاختبار مدته من الساعه 1 او 1 ونص، وخلص على 3، احسب ساعتين من وقته. ودائما دائما الدكاتره اللي يراقبون عليك في الفتره الثانيه ما يرحمون، قالوا لك ساعتين ما يعطونك ولا نص ساعه، لا وينقصون من الوقت بعد، ولا تقدر تقول شيء، ساعتين ساعتين. فادعس السؤال الواحد لا ياخذ اكثر دقيقه، لا ياخذ دقيقه. ادع السؤال ما عرفته، اسحب عليه، اصفطه ورقه وامش وارجع له بعدين، اكتبه في ورقه خارجيه وارجع له. انا واحد من الناس في الانسر شيت على السؤال اللي ما جاوبت عليه انقط قبله. ويا شباب كثير من الناس اخطوا في نقطه، انا واحد من الناس اخطيت في اول بلوك، اني كنت اجاوب في الورقه العاديه اللي هي الدفتر حق الاسئله، كنت اجاوب فيه، خلصت 100 سؤال رحت قعدت اعبيهم. نصيحه اخويه، لا تسوي الطريقه هذه، والله العظيم ان تطلع يدك متشنجه، لا تسوي الطريقه هذه ابدا. عبي مثلا صفحه صفحتين خلصهم على طول انقلهم، والله انت ترتاح. واسالني انا، والله انت ترتاح، خلص صفحه انقل، صفحه انقل، صفحه انقل. كيف انت تتفق كيف صفحه صفحتين اللي تبيها انت، ولكن لا تجمع عليك اسئله كثيره، وتريح بعدين في المراجعه يعني، ثاني بدك تراجع طال عمرك. بعد الساعتين راح تقدم اوراقك، تاكد ان الدكتور راح يتاكد ان كل اوراقك سليمه، وبس هذا الام سي كيوز، ما في شيء صعب. بس هذا تقريبا كل شيء عباره عن اختبارات، قلت لكم 60 درجه قسمت على 30 30، الفتره الاولى 30 قسمت على الاس كيوز والام كيوز، وقسمت الفتره الثانيه على الام سي كيوز، وبس هذا كل الاختبار في اللي هو اخر اختبار في البلوك، الاند اوف بلوك اكزام. طيب احنا خلصنا الحين من كم درجه؟ خلصنا 60 درجه او 60% من 100 درجه حقت البلوك. في كل بلوك، انا زي ما قلت لكم اول الفقره، انه في كل بلوك في بلوك طبي، انسى الميديكال اديوكيشن، في كل بلوك طبي في اختبارين. خلصنا الاند اوف بلوك اكزام، نجي الحين للاو اس بي، الاو اس بي اي او العملي، هذا ايضا اختبار مهم عليه 25 درجه. طريقته صراحه طعمه حلوه، ما كنت جربتوها والله العظيم، ما كنت جربتوها طبعا اللي عايدين اسف. كيف طريقته؟ عملي، من اسمه عملي. كيف؟ نفس مكان الاختبار اللي اختبرته فيه، راح يرصون طاولات. Distance between each each two tables is approximately تقريبا متر، متر الا متر او متر وشوي. ايش طريقة الاختبار؟ تجيك طاولة او ستيشن، بما يسمونها ستيشن، الستيشنز تختلف، عدد الستيشنز او عدد الطاولات او عدد المحطات تختلف من بلوك للثاني على حسب عدد اللابات اللي تاخذونها في كل هذا. طبعا يمكن ما نوهنا عليكم قبل كذا انه في نوعين، ترى في المحاضره، في شيء عندي اسمه محاضره as a lecture، وعندك لاب، اللاب اللي هو التطبيق العملي او المعمل للمحاضره اللي اخذتها. فالعدد اللابات اللي تاخذونها راح تواجهكم ان شاء الله ال شو اسمه الاوسبي او الستيشنز الموجوده في اختبار الاوسبي. زي ما قلنا 25 درجة مفرقة على عدد الستيشنز، يعني كل ما قل عدد الستيشنز كل ما زادت درجة الستيشن الواحدة. فكيف راح يدخلونكم ان شاء الله؟ هم الاغلب انهم راح يقسمونكم A و B، يبدون بحدا منكم، راح يدخلون A مثلا، او خلق يعطونكم موعد من قبله بيوم، بينزل في الموقع انه A يحضرون بكرة الساعة 8 و B يحضرون الساعة 10 او 9 ونص. المهم وريفر راح يدخلونكم. اذا دخلت
طبعا زي ما قلت لكم، لنفرض انه في البلوك الاول مثلا راح يكون عندك 15 ستيشن او 13 ستيشن، 15 ستيشن او 15 محطه، كل واحده فيها تخصص. يعني مثلا راح تلقى محطتين فارما، محطتين اناتومي، ثلاث محطات بايو كيمستري كذا. اوكي، مجموع راح يطلع مثلا تسوي 15 محطه. زياده على المحطات هذه في ريست ستيشنز او محطات راحه، راح تكون محشوره مثلا بين كن، يعني مثلا 15 راح يقسمونها 3 3 3 سوري 5 5 5، بحيث بعد 5 راح يجيك ريست ستيشن، 5 ريست ستيشن، 5 ريست ستيشن، مجموع يكون مجموع راح يكون 18 محطه. خلاص. طيب في نقطه بس بنوه عليه، انه شركه الاختبار يدخلون الطلاب عشوائيا. الطالب لازم، يعني نصيحة، اجلس قدر المستطاع ورا الريست، يعني اجلس ورا كريستيشن. خلاص، اجلس واللي ورا ورا كريستيشن، اجلس واللي ورا ورا وراك كريستيشن، اجلس ورا الريستيشن، لا تجلس في الريستيشن. يعني هارد لك معليش اللي يجلس في الريستيشن، لأنه أنت خيل راح يبدأ الاختبار أنت جالس في الريستيشن، يعني جالس وش السؤال كلا جالس، لانك ما تسوي شيء في بدايه الاختبار، ما تسوي شيء. ف يعني هارد لك للي يجلسون في الريست ستيشن، ولكن حاول دائما تبعد عن الريست ستيشن. هذه نقطتي بس. كيف طريقه الاختبار؟ تم قلنا راح تجلسون ان شاء الله بدايه الاختبار، ويقول ما راح تجلس عندك في الـ في الـ في, في الستيشن نفسها، ورقه السؤال اللي راح تسال عنه، ورقه السؤال ورقم الستيشن، يقول لك مثلا ستيشن 5 اور 6 او وات ايفر، وش اسمه، ودفتر. الدفتر هذا دفترك، يعني جلست في المحطة هذا دفترك. الدفتر راح ترقم من واحد إلى آخر ستيشن عندك with the exclusion of the rest stations. يعني راح يحسب لك إياه. إحنا قلنا تو 18 محطة مع rest stations، لا راح تلقى 15 مكان، 15 سؤال أو 15 فراغ للسؤال في الدفتر بدون حساب rest stations. راح تجلس أنت مثلا، أنا مثلا تو داخل جلست على ستيشن رقم 9، افتح على سؤال رقم 9، لا تفتح على 1، لا تصير درج تفتح على رقم 1، افتح على السيشن اللي انت فيها، افتح 9 10 ريستيشن اللي انت جالس عليها، تفتحها راح تلقى فراغ. يعني تلقى مثلا ستيشن 9 وتحتها فراغ. هذا الفراغ طبعا ما في سؤال، ما في شيء، غالبا 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 ما عدا في اخر بلوك طبعا واجهناه، راح تلقى الدفتر فاضي، ما في مكتوب الا ستيشن ونمبر وريفر وريفر نمبر وفراغ تحته، ما في اسئله. الاسئله وين؟ الاسئله على الطاوله موجوده. خلاص، غالبا راح تلقى اسئله وقدامها صوره او شيء، لان هذا اختبار زي ما قلنا عملي. ما راح تلقى هارد ويرز عشان تلمسهم ولا شيء، لا، كل اللي فيها انه اسئله وصوره. تبغى شيء ملموس وكذا، لا، هذا ان شاء الله في الماسكون ان شاء الله راح تجيك جثث في ابو الجثث، ولكن غير كذا راح يجيك صور. خلاص، طبعا كل شيء راح يجيك هذا طبعا انت مراجعه في اللابات، جاي لمك في اللاب، لازم يكون جاي في اللاب. خلاص، يعطيك صورة وعليها أسئلة، تجاوب الأسئلة في الدفتر، في الدفتر اللي معاك زي ما قلنا احنا. أنت في مكتوب لك هنا ستيشن 9، تشوف عندك هنا ستيشن 9 وتكتب الأجوبة فقط، وما تكتب طبعا السؤال. تكتب السؤال مثلا question number 1 or whatever the number، احيانا يعطونك اياها هنا اكس واي زد، يكتب لك السؤال يقول لك مثلا identify x موجودة في الصورة. يعني عندك أنت الصورة وعندك ورقة أسئلة وعندك دفترك، خلاص محطوط لك هنا في الصورة مثلا اكس واي زد. لتصير مثلا السؤال انت الستيشن فيها هيستولوجي، عندك اكس واي زد، راح يجي لك هنا في الاسئله مثلا يقول لك ايدنتيفاي اكس، ليتس سي اكس فور اكزامبل از ذا سيتوبلازم كريتيكولم، ذا سيتوبلازم كريتيكولم اللي هو نسيت اسمه خلاص في العربي، السيتوبلازم كريتيكولم. اوكي، هذا الاكس. نفس السؤال يقول لك وش وظيفه اكس، تكتب عندك وظيفه اكس، طبعا تكتب كذا اكس وش اكس. خلاص، تحته انت كلك هذا مثلا في السؤال الاول، تحدد انت في السؤال الاول تكتب وظيفته كيت وكيت وكيت وكيت. خلص السؤال الاول تشطب، عطى السؤال الثاني يقول مثلا ايدنتيفاي زد، وشو زد، تكتب زد يساوي او نقطتين كذا، ما طلب منك وظيفه، راح للسؤال الثالث بالشكل هذا. فصل عشان ما يكون احد عليه حجه عليك. طبعا المعلوميه الدكاتره يراعون في النقطه هذه. يعني انا واحد من الناس سالت سؤال عن جوينت هنا، خلاص، فكان اسمه راديو فيبولر، راديو فيبولر الجوينت هنا، اخطيت فيه وكتبت شيء شنيع. انا لو اقول لكم اياه والله، يعني لو كنتوا تعرفون ايش السبب راح تضحكون، ولكن رحت للدكتور انا كتبت الجوينت اللي هنا، لا كتبت جوينت نص هنا ونص هنا. اي ريدي فيبولر وين؟ ريدي الله اللي فوق. انت اللي قلتها. طيب
انت قال انا قلت انا كتبت هنا راديو فيبلر انت تقول هو راديو فيبلر طيب اسف هنا الجوينت اللي هنا اسمه راديو النر جوينت اوكي بروكسيمال راديو النر جوينت انا كتبت جمعت بين الجوينت كلهن هنا وهنا طلع لي جوينت تصير الجوينت حقك خلاص رحت سالت الدكتور قال لا ما عليك انت واضح انك فاهم بس انك مستعجل فالدكاتره يتعذرون يعني يدورونا يعني مو من النوع اللي يدورون الزلات طيب طيب انا الحين جلست في الستيشن رنوا الصفاره او الدكاتره قالوا ابدوا تبدا من اول ما يرن الوقت او طبعا فيه اللي هو صوت صفير صوت يطلع من الكمبيوتر لك 4 دقائق طال عمرك 4 دقائق تحل فيها الاسئله اللي قدامك لا زود ولا يلا 3 ثواني زود بس بعد اول ما تخلص مو لما تخلص الاربع دقائق راح تسمع صفاره ثانيه خلاص لما ترن الصفاره الثانيه تقوم عن مكانك وتروح للستيشن اللي قدامك او المحطه اللي قدامك وبالشكل هذا كل 18 محطه 4 دقائق في محطه 4 دقائق بالشكل هذا لو جلست خلاص لو جلست فاعرف انك راح تحمل اللي وراك ذنبك لان اللي وراك واقف ينتظرك تقوم اعرف انك راح تحرج فخلص سريع اكتب اي شيء سريع اكتب الخلاصه لا تقعد تفصل الا ان كنت وازن وقتك وقم يعني شوف جلست رحت غير انك راح تظلم اللي قدامك راح تحرج الدكتور راح يجي هوش والله العظيم من هوش ليش انا قاعد اضيع وقت اللي وراك وبالشكل هذا لو رحت قدامك واحد جالس على طول بلغ الدكتور لان هذا راح ياخذ من وقتك انت كله ترى 4 دقائق فهنا تجي طبعا بعد زي ما قلنا الحين يمكن استوعبت وش فائده الريست ستيشن بعد كل ستيشن راح يجيك ريست ستيشن الريست ستيشن انت تجلس ما وراك اي شيء وش تزين تبدا تشيك على اللي قبل ترجع على الاوراق اللي قبل تشوف انا متاكد وكذا طيب انا بديت في ستيشن 9 رحت ال 10 11 12 13 14 15 من بعد 15 راح تروح الواحد ما تدري كيف بس تطلع تشوف 15 تروح لقدامك واحد تأكد انك لما تطلع من اخر رقم عندك انك طالع الواحد لو قلنا الستيشن عندي 25 ستيشن لما تخلص من رقم 20 تطلع الواحد انتبه ترى شباب صارت لهم مشاكل انه طلع من 25 مثلا دخل على 8 كيف حصل لان هم صفاتهم اصلا غلط صفاتهم غريبه فانت لازم تسأل الدكتور اطلع من هنا لوين كل مره اطلع من هنا لوين اذا كان مو واضح لانهم هم انت تختبر في السيب حق مو حق شؤون الطلاب السيب حق سنه ثاني وثالث تطلع من السيب تدخل على غرفة ثانية وثالث فتدخل الغرفة هذه حين تضيع طيب معناها كذا أنا بديت في ستيشن نمبر 9 أو ستيشن رقم 9 المفروض أخلص وين على ستيشن رقم 8 تأكد أنك لازم تخلص على ستيشن رقم 8 خلاص طبعا كل ستيشن دخلت تأكد أنك في نفس الفقرة حق السؤال دخلت طلعت من 9 دخلت 10 تأكد أنك على السؤال العاشر وكذا كمل أوكي طيب هذا الأوس زي ما قلنا عليه 25 درجة كذا خلصنا كم من درجة 60 و 25 خلصنا 85 درجة باقي كم باقي 15 درجة ال 15 درجة الباقي هذه مقسمة على شيئين فقط ما عندي شيء اسمه مشاركة دكتور عنده 10 درجات لا هنا الدكتور إلى حد ما بيدو درجات ترى في الكلية عندنا إلى حد ما عنده أي درجات بيدو ك يعني إنه بشكل رسمي كذا خاصة أنا الدكتور فلان عنده لا هم حقنا البي بي إس هم اللي تقريبا ممكن يقيمونك عندي 15 درجة 10 درجات هذه مقسمة على البي بي إس هذه وضح لك أهمية البي بي إس إنه ماخذ 10 درجات ماخذ 10 درجات من الدرجات الإضافية للاختبارات يعني 15 درجة فقط إضافية للاختبارات 10 منهم بي بي إس البي بي إس كيف تقيم البي بي إس البي بي إس تقيم سواء كان من سواء كان تقييم الدكتور لك في كل ستيشن حضورك اهم شيء حضورك اضمن لك فوق النصف درجه او 3/4 درجه حضورك للبي بي ال مشاركتك وتفاعلك تفاعلك بادب مو تفاعل عشوائي وهمجي لا تفاعل بادب باسلوب علمي هذا يضمن لك الدرجه كامله بالنسبه للدكتور وبس هو تقييم الدكتور هو اللي يعطيك درجه البي بي ال ما في اي شيء ثاني ما انا كنت جاي للنقطه هذه انه في طبعا هذول كلهم جينا خلاص هذا البي بي ال التقييم الدرجات العشر درجات البي بي ال حسب تقييم الدكتور لك في الجلسه الواحده ما في اي درجات اضافيه تاخذها من البي بي ال البي بي ال الجلسه الاولى خلاص الجلسه الثانيه بعد ما تخلصون فيه اسسمنت يجي او اختبار مو اختبار هو تقييم ذاتي تقيم معلوماتك او معلوماتكم كجروب عن اللي يعني هل بحثت بشكل صح او غلط الفورماتيف اسمه فورماتيف اسسمنت معناه انه ما عليه درجات
الاشياء الثانيه اللي كنت اتكلم عليها اللي عليها درجات 10 مو 10 اللي عليها 30 30 30 و25 هذا اللي اسمه سموتيف اسسمنت عليه درجات تحسب عليها تسجل لك. هذه العشر درجات البي بي ال باقي 5% كذا خلصنا كم 95% 95 درجه من 100 باقي 5 درجات. 5 درجات هذه مقسمه على اللي ما تكلمنا عليه قبل كذا انا كلمتكم عليه انا وريان السمينار. 5 درجات هذه موزعه للسمينارات حسب تقييم الدكتور لك وغير التقييم الاختبار اللي بعد السمينار. الاختبار اللي بعد السمينار مو فورماتيف سمتيف يعني تحاسب عليه يعني سجل لك. فانتبهوا للنقطه هذه يا شباب. هذه 100 درجه خاصه في البلوك خلصناها والسلام عليكم. طيب خلاص الحين 100 درجه فيما معناه خلصت البلوك كونجراتوليشنز مبروك خلصنا البلوك افتكيت منه راح بعد ان شاء الله بعد اسبوعين بعد 3 أسابيع والله احسب شهر ونص احسب شهر ونص تنزل لك درجته خلصنا البلوك اوكي. طيب غير البلوك اخوي ريان يمكن اطرى لكم قبل كذا انه فيها شو اسمه في اشياء جانبيه بالنسبه للبلوك تمشي موازي للبلوك اللي اسمه longitudinal aspect تمشي بشكل طولي مع البلوك. يعني انت تدرس البلوك مثلا انا بعد مثلا بلوك كلمان وبعد معي ماده ثانيه ماده تسيل كلينيكال سكيل. الكلينيكال سكيل راح تمر او انت تدرس كلمان تدرس كلينيكال سكيل بس ما تختبر تخلص البلوك كلمان كل اختبارات وكل شيء تدخل في الجروث وانت تدرس كلينيكال سكيل بس ما تختبر تخلص الجروث ندخل في الترم الثاني طبعا في نص بدايه البلوك هذا الترم الاول تدخل في الترم الثاني برنسبل اوف ديزيزز وانت لسه تدرس كلينيكال سكيل بس ما تختبر تخلص بلوك برنسبل تدخل في المسكول سكيلتال في نص المسكول سكيلتال راح تختبر على كلينيكال سكيل. هذه مواد جانبيه ما لها دخل في البلوك تماما. صحيح ان الثيم حق الكلينيكال سكيل كفكره كلينيكال سكيل او المواد الثانيه محاذي للفكره. يعني مثلا في المان انفايرمنت انا اتكلم مثلا عن البيئه خلاص في ماده ثانيه اسمها الاتش اي سي اللي هو الهيلث ان كوميونتي اللي هو الصحه في المجتمع. هذه مثلا انا ادرس الصحه مثلا كنت ادرس التفاعلات الكيميائيه اللي تحصل جوا جسم الانسان. في الاتش اي سي راح تدرسون محاضره عن اللي هي الانسكتسايدز اللي هي ايش يسمونها المبيدات الحشريه اللي الانسكتسايدز اللي هي المبيدات الحشريه. فهذه ميزه يعني مثلا في المسكول سكيلت كنا ندرس عن المصاصه الموجوده في الابر ارم راح تدرسون في الكلينيكال سكيل كيف تسوي اكزامينيشن للابر ارم كيف تسوي فحص للطرف العلوي. فهذه ميزاتهم هم يمشوا معاهم ولكن ما له دخل في اختبارهم. طيب فالمواد اللي عندنا جانبيه عندك الكلينيكال سكيل ان شاء الله راح تختبر اخر السنه. الاتش اي سي هيلث ان ذا كوميونتي راح تختبر في اخر السنه هي والمسكول محاذيات لبعض قريبات من بعض. اعتذر الكلينيكال سكيل ترى مو نهايه مو اختبار حق نهايه العام لا في اي هو اختبار النهائي صح نهايه العام ولكن في اختبار اللي هو زي اسمه ميد تيرم اكزام تختبره في نص السنه تقريبا كم علم درجات مو عاليه جدا تقريبا 30 درجه فقط بس هذا هو يعني بس ابين لكم انه سوري 40 درجه هذه هي طريقه اختبار. عندك الكلينيكال سكيل او المهارات الكلينيكيه الطبيه عندك اللي هو الاتش اي سي هيلث كوميونتي راح تختبر هذا اخر السنه اكيد. عندك اللي هي المواد الالزاميه العرب والسلم اخذنا في على حسب احنا اللي اخذنا ثنتين سلم واحده عرب هذه اترام انا دخلت ثنتين سلم معناها واحده الترم الاول واحده الترم الثاني. العرب راح تاخذون على حسب ما اخذنا احنا الترم الثاني. هذا اللي خطر في بالي صراحه من المواد الجانبيه للبلوك. بس في نقطه بدي انوه عليها انه عندي ماده اسمها الاتش اي سي هيلث كوميونتي هذه ماده اوكي راح تدرسونها على طوال السنه. نفس الدكاتره حقنا راح يعطونكم محاضرات داخله في البلوك مو داخله في الاتش اي سي. يعني في ماده يعني اوكي من التخصصات الاتش اي سي خلصنا هذا احسب انه بلوك لحاله ماشي لحاله طول السنه. داخل البلوك يعني من السبيشالتيز اللي كنا عديناها السبعه في اضافه عليها اسمها كوميونتي ميديسن. الكوميونتي ميديسن هذه محاضرات نفس قسم الاتش اي سي يعطونكم اياه نفس الدكاتره يعطونكم الكوميونتي ميديسن. لازم تعرفون المحاضرات هذه لان احنا كنا نخبط كنا ما نفرق بين الاتش اي سي والكوميونتي ميديسن. الكوميونتي ميديسن هذه داخله في البلوك في اختبار البلوك مو داخل في الاتش اي سي. فرقوا في النقطه هذه يا شباب. الكوميونتي ميديسن لا اختباره داخله في البلوك في الاندوف بلوك مو داخله في الاوسبي ما له اوسبي داخله في الاندوف بلوك بينما الاتش اي سي هذه ما تدخل في البلوك. طيب اخر طبعا هذه صحيح الاختبارات مره كثيره اخر اختبار الاختبار هذا كان فورماتيف يعني ما عليه درجات ولسوء الحظ خلوا عليه درجات. اختبار اكثر منه تقييم للكليه اكثر منه تقييم للطالب اسمه بروجريس تيست. الاختبار هذا ما شاء الله اسس من جامعتنا سوري من كلياتنا كليه الطب هي المؤسس للاختبار هذا ما له تقريبا يمكن 3 سنوات الاختبار.
حلو فكرته. اختبار عباره عن 200 سؤال كلها اختيار متعدد. الاختبار هذا مهيئ او مصمم انه يختبر دكاتره وليس طلاب، مختبر مؤسس انه يختبر طالب امتياز او ما بعد الامتياز ايضا. ف وكيف طريقته؟ يوم يحددونه يومين خلال السنة، هو مرتين سنويا، يوم الترم الأول والترم الثاني. يوم يحدد خلال الترم الأول مثلا يجمعون فيه كل طلاب الكلية من أولى إلى خامس، تجلسون كلكم في قاعة واحدة أو قاعتين، يعني أنا جالس هنا وفوقي هنا واحد من سنة خامس عادي جدا، نفس الوقت نفس الاختبار. يعني ما راح يقول لك طلاب سنة أولى لكم ورقة فلانية، طلاب سنة ثانية لكم ورقة فلانية، طلاب سنة ثالثة، لا، دخلتوا كلكم يلا دكتور فلان وزع هذا على الطلاب، وزع هذا على الطلاب، وزع على الطلاب، ما يفرقون، نفس الاختبار نفس الوقت نفس كل شيء. المغزى منه ايش؟ انه ودهم يقصون تقدم الكليه كيف. يعني انت راح يختبرونك ان شاء الله الترم الاول، بعدين راح يختبرونك الترم الثاني يشوفون هل الطالب تقدم معلومات ولا لا، يختبرونك السنه الثانيه تقدم ولا لا، الثالثه الرابعه الخامسه، بحيث لو ان الطالب ما تقدم بالمعيار اللي هم يبونه معناه في عيب في الكليه. فانا زي ما قلت لكم هو اكثر من يعني كونه تقييمي للجامعة أو للكلية أكثر من تقييم للطالب. طيب واحد يسألني، طيب يقول ليش حطوا عليه درجات؟ طيب ليش حطوا عليه درجات؟ لأنك طال عمرك حنا ناس معليش ما ننفع نجي إلا بالضرب، ما ينفع نجي إلا لازم تحطي درجات. أبنقص يعني في السنة هذه حطوا عليه 5 درجات، 5% من 100 هذه كلها، كونك مو بس تحضر عليه 5 درجات، لا ولازم تجيب درجة. طيب كيف؟ طيب يا احمد، طيب كيف راح يحسبون درجاته؟ انا داخل، انا طالب داخل، مشكله البروجرس تيست اختباره كان تقريبا في اخر المان انفايرمنت، لسه ما بدنا ناخذ معلومات طبيه، كيف يقيموني؟ انا لسه داخل طالب طب ويقيموني على اختبار يختبروني سنه خامس واللي فوق سنه خامس. تقييمه انه راح يحسبون يشوفون الافريج حق دفعك، الافريج حقهم، ولنفرض احنا سنة اولى الاختبار الاول وقف الافريج عليه على 4% 5 الا، يشوفون انت بالنسبه يعني لو جبت انت 4% من ال 200 سؤال يعني جاوبت على 8 اسئله صح من ال 200 سؤال، طال عمرك اخذت 100% اللي هي 5 من 5 وتطلع سليم. جبت اقل يبدا ينقص عليك. طبعا ريال لو يا عمي لو اخذت 0 من 0 راح تنقص عليك 5 نقص، مو ذاك الزود، ولكن هذه فكره الاختبار انه يعطونك الافريج مقارنه بدفعك. هذا كل شيء عن البروجرس تيست. البروجرس تيست طبعا معليش ما في محاضره قبل البروجرس تيست لا ينزل، قبل باسبوع تقريبا في محاضره تجي يورونك كيف طريقه البروجرس تيست وش فكرته وش فائدته. كلام فاضي، مو كلام فاضي، كلام حلو نوعا ما الى حد ما يعني. طبعا الميزه الوحيده فيه انه ما في دوام يوم البروجرس تيست. طريقته نفس طريقه قياس، عباره عن ورقه اللي هي الانسر شيت تملاها بشكل عادي نفس العاده. فكرة حلوة في بروجرس تيست اسمه هو حاطين فكرة حلوة فيه انهم حاطين لك سؤال عليه 5 خيارات، 4 خيارات اجوبة واحدة منهم صح، 1 خيار اسمه I don't know، انا ما اعرف الجواب. وش فايدته؟ يبون يهيئون الطالب انه يتعود يقول معليش انا والله ما اعرف الخيار هذا. اذا كنت اصلا ما تعرفه حط، الطالب يقول لك يعني ليش احطه، هو بس خسارة كده على الفاضي، خلو يمكن تصدف يا شيخ. هنا حطوا حركة انه لو جاوبت على السؤال وطلع جوابك غلط راح تنقص 0.25 درجة خلاص، وبالتالي ما يعني واحد من الناس يقول لك خلاص انا بثبت على A، انا عندي 4 خيارات وعندي 200 سؤال بثبت على A كل خياراتي A راح اضمن لي 20%. طيب 20% نقص منها انك اخطيت في كم واحد جبت فيها غلط راح ينقص 0.25 درجة على كل سؤال. يعني انت مو فاهم الفكرة، احسبوها زي ما تبون، ولكن I don't know هذه حركة حلوة. بس عشان واحد من الناس يعني انخدعت في الاختبار الأول إني كنت إذا ما أعرف أحط I don't know، كل سنة أولى راح تلقاهم يحطون I don't know 4-5 أسئلة راح يحطون جواب. مو يعني لا مو للدرجة هذه، اللي تشك فيه جاوب ولو كان غلط بس توكل على الله، يعني ما لو ما داعي تطلع أنت اختبارك صفر. أنا واحد من الناس كنت أتعب يعني تخيل 200 فقرة كل واحدة أنا مغطيها، كل واحدة لازم أضلل. إذا صرت ما تعرف الجواب لا تعبي اي فراغ، لا تعبي تروح تغبي فراغ اي دونت نو في ترى هو خيار مثلا ليتس سي كالسيوم كيت 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 واخر خيار الخامس اي دونت نو، هو المفروض انك تعبي بس لا تعبي، امشي. السؤال اللي مو معبى عنه اي دونت نو. طبعا ايش ميزه اي دونت نو؟ ترى المعلوميه يا شباب اذا حطيت اي دونت نو او اذا تركت السؤال فاضي حسب لك اي دونت نو، ترى ما تاخذ لا تزيد ولا تنقص درجات، بينما لو حطيت خيار من الاجوبه الاربع وطلع لك غلط راح تنقص 0.25 درجة.
بس هذا كل شيء ان شاء الله عن كل الاختبارات. صح ان عددهم كبير ولكن شو اسوي، كلية الطب لازم يهرونكم. هذا كل شيء في الاختبارات، والله يعينكم يا رب. هذه كل ان شاء الله كل الاختبارات هذه، كل الاختبارات هذه راح تجمع مع بعض ان شاء الله وتحسب لك في المعدل النهائي اللي هو اور اوف 5. ما راح يعطالك اللي هو AA بلس، لا هو يعطى في المعدل النهائي ممتاز، ممتاز جدا، ممتاز جيد جدا بالشكل هذا. هذا كل شيء ان شاء الله، ومعليش طولت عليكم، مره طولت عليكم، وشكرا. السلام عليكم. شوري فور ذا فورث تايم. هذا كل شيء على الاختبار النهائي. لا ما وقفت الاختبار النهائي، انا وقفت عند الاوسبي. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع او بهذه الفقره. اذا في اي استفسار، اي سؤال، احنا نرحب فيه. في ارقامنا، ارقام جوالاتنا واضحه الان امامكم، في ايميلاتنا، حياكم الله باي وقت. في اي نقطه ما فهمتها، اي سؤال، ترى شباب احنا، حياكم الله. واللي حاب يتفرج على اي فقره اخرى او اي نقطه اخرى، كل المقاطع ليها لينكات خاصه موجوده تحت في الديسكريبشن. وحياك الله في اي وقت، بالتوفيق شباب.